الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آمين. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه يكافي مزيدا. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. آمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها يا رب العالمين. آمين. اللهم بارك لنا في نيتنا هذا، وفي مجلسنا هذا، وفي مساجدنا هذا، بركة تامة كما باركت على عبادك الصالحين. آمين. اللهم اقض حاجاتنا كلها يا قاضي الحاجات. آمين. اللهم حصل مرادنا يا محصل المرادات. آمين. اللهم ادفع بلياتنا يا دافي البليات. آمين. اللهم اشفي امراضنا يا شافي الامراض. آمين. ببركة سيدنا صاغ الميران مانيك بوري قدس الله سره العزيز. اللهم انشرنا وجبرنا واهدنا لصالح الاعمال والاخلاق. آمين. انه لا يقضي لصالحها ولا يسرف سيئها الا انت يا رب العالمين. آمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنة وقنا عذاب النار. آمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنيتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله الذي وصف نفسه برحمتين ذي رحمة امتنانية فاعظة من حضرة الرحمانية واسعة لكل شيء لا في مقابلة عمل سابق ولا في فعل لاحق بل بمحض الموهبة الأزلية ورحمة وجبية عزلية نازلة من الحضرة الرحيمية في مقابلة أعمال المرضية مدخرة للمتقين في الجنة الخصاعية فانقسم كل منهما إما إلى ذاتية عامة أو خاصة مجملة عليا وإما إلى صفاتية كذلك مفصلة جليا فتعين منها في الحضرة العلمية الغيبية حقائق إلهية تصورت بقهاهر الراحمية وحقائق كونية تهيعت بشواك المرحومية ثم تكونت منها أشياء ولا منوالها عند استماع خطابي كن في حضرة العينية عيانية إما فاعلة ذوات عيد غليا باذلا وإما منفعلة ولا تكف سفلا قابلا فالذاتيتان من درج في البسملة العظيمة وصفاتيتان من درج في الفاتحة الكريمة ففي معنى ذلك قد ورد في الخبر أن سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال كل ما في الكتب المنزلة وهو في القرآن مقرونا وكل ما فيه وهو في الفاتحة مضموما وكل ما فيها وهو بالبسملة مسحون وكل ما في بسملة وهو في الباء مكنون وكل ما في الباء وهو في النقطة الذي تحتها مخزون ولذلك قيل في الباء ظهر الوجود وبنقطة الذي تحتها تميز العابد من المعبود والصلاة والسلام على من أرسله رحمة للعالمين سيدنا محمد الرعوف الرحيم بالمؤمنين وعلى آله وصحابه الراحمين منهم والمرحومين وعلى من قام مقامه وناب منابه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ولي الله أن عبد القادر ولي الله رضي الله عن عبد القادر رضي الله عن صائم ميران صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلاة وتسليما على المصطفى المحطار شفيع الأمة الحمد لله المفيض بنعمة على كل أشياء الواسع برحمتي وحذاك زندان زنانية علت وجبية بجنتي وكل على قسمي نذاتي أتيك دا صفاتي أتي فلنعرفنا بفتنتي لهن إذا ما يقتلن دقائق يردن لهورا في حقائق
صديقي فطرتي. ومن كان تابع لمبادا رغيما كذا هذا مرغما في العباد التي وذلك أسر الأسر من أسر أسر ما حواه صفا منها دي أسرار نقطتي. صلاة على منار صلى الله رحمة لعالمه أمرا وخلقا بجملة محمد الهادي الشفيع المشفع رؤوف رحيم المؤمن النبي أسرتي مع الأهل والأصحاب والوارثهم وعفو عن ذكار مدح الذي بدا بنا هورا غوث في أقاليم السبعة وسمائك والحاضرين ومن على ثم هنا تطعم بألبان نعمتي رضي الله عن عبد القادر رضي الله عن صاحب ميران رضي الله عن عبد القادر رضي الله عن صاحب ميران صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم نغور بالم کو مانے یوسف دادا سی مانے உம்மை நாடி வந்தோம் தாதா உம்மை நாடி வந்தோமே தாதா உம்மை நாடி வந்தோம் தாதா உம்மை நாடி வந்தோமே மௌலாய சொல்லி வசல் லிம்தாயிமன் அபதா على حبيبك خير الخلق كلهم سبحان من نزل القرآن ذا الحكم على رؤوف رحيم شافي الأمم ومن غما إنه للعالمين سفا ورحمة تمر الكونين بالقسم من ذلك يرسله
لرسل في الأرض ليغرد الناس للأنبار من العالمين من ندمي ومن أجلهم من بعد تسامها السيد الشيخ عبد القادر الختمي لواستحى بين محيي الدين والحسن في حجر فاطمة تدعاه في ظلمي قوس المرايا الذي قد كان يدخل من مانك فور بنا فور بغم لمي شاه الحميد الذي شاءت مخارقه في البر والبر بل في العل والحرم من غناية ونور الدين ذي الحكم بسرد تسلم بكر يوسف العالمين من صور طنبولي شيئا فجاد له بنين أربعة مولاه ذو الكرم لما عدا يوسف صنع منفردا رجلان وهو ابن سبع يقفي القدم أسرى إليه هنا سمت والبه لأن يكون له سيارة اللقم حتى يقول له يا قرة العين عند الخليفة لي مع من إليك نمي هاتك من رحمتي رحماني قد وسعت جميع أشياء تشاء من ممكن العدم أزكى صلاة وأمها على كثب محمد خير خلق الله كلهم والآل وسب و تبعي قاتبة والآخذ الفيل ميم مشكاة ذي القدم يفرن عن المده الغوث الذي حصل قرنفل إذا ما وسنه الشبم وسامعيه ومن حفوا لمجلسه حبا له منه الآلاء والحكم رلي الله أن عبد القادر رلي الله أن صائب ميران صلى الله على محمد
يا ربي صل عليه وسلم. فلاح نجاه وفوز عظيم لمن زار روض البلي الكريم. حسور سوى أنه لا يرى حراقة وهو العفيف العسيم. مريد للشيخ أتاه الغطاء بيا غرث بإند ربي قديم. وقد نال منه الكتاب الجواهر الخمسة ذات سر عميم. ولي بإبصاره أورقا دوي حي بزوب فن رميم. على رغم أنف لمخدومها لما فيه قد قال قول ذميم. وأحيى لقوم نظام اللهام إذا جادلوه جدال الخسيم. لما كان ذاك غل المخمصان أخو أغبياء بظن أثيم. وما زال يمشي بقبقبه بلا إصبعه لا شراك الأديم. غدا من عدا الندى للغزال حليبا بدع وهو منه حريم. بدا ما من قد أبى أن حبى فراتا أجاجا كماء هميم. وسال الإله على طاب طاب شفيع البرايا الرؤوف الرحيم. وآل له ثم أصحابه وتبعه في الهدى المستقيم. عفى الله أما ذحين الذي بدا قطب أرض الإله العليم. وسمعه ثم حضاره ومدعمهم بذبء عظيم. الله أعلم بالقادر رلي الله وسائب ميران رلي الله هو أن عبد القادر رلي الله هو أن صائم ميران صلى الله على محمد. يا ربي صل وسلم. الله يرضى عن غياث الخلق كتب الأولياء سلطان كل الأتقياء اشتهر منكبه البلاد. نصر من الله الجواد فتح قريب ذو اعتماد لمن هدى كتب الميهاد غوث الورى يوم المعاد. وهو رفيع الدرجات ومجمع للحسنات ومنبع للنفحات في عالم الكون الفساد. أعطى لباعي الجلود ليأخذها أهل الشهود تربى غدا عين النكون صرفا بعالم الجمال. أهدى لبعلي كيمياء أجدى الحسب سيمياء أبدى لسنف رمياء أعلم به في كل واد. كم من عمير قد عفا ومن مريض
قد شفى ومن سحير قد كفى كالول في دار الجهاد من رحمة الله القدير قد أشرق البدر المنير في جو ناهور الأمير فخر به فاق البلاد قد جاء بعد الأربعين خضرا فقال يا أمين انقص هنا حتى اليقين لا تركب بحر الفساد إذ عنده أغلى السليم أبدا قرفول الرتيب ما وسنه النيء العجيب سقط لأصحاب العنام يا من رجا نيل المرام زر الله في كل عام إذ فيضه في الكون عام بل إنه عون العباد أزكى صلاة ما سلام على رسولنا الهمام والآل أصحاب الحسام والصحب أرباب البداد عفو من الله المجيد أمده شاه الحميم مع السميع وهو شهيد والمتعم البار الجواد رضي الله عن عبد القادر رضي الله عن شاه ميران رضي الله عن عبد القادر رضي الله عن شاه ميران صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا رب صل عليه وسلم صلاة ربي مناني على النبي العدناني والآل أهل الأماني والصحب غوث زماني سعد لأهل القرآن يتلونه بالجنان نذرا لشيخ الزمان يرجون فوز الجنان وهو الولي الحسور ما زال يموله في كل عام يزور أفواج أقسى المكان إذ فر طير رماها شخص بنيل كلها ببعث قول دعاها أتت بغير تواني أحيا سواك لسندي قد قال وخفي هندي أطوف أقطار هندي حتى أرى من هداني قد عاد من بعد فوتي في اليم تسبيح مفتي باغتراف بتشتي بأمر شاهي جهاني إذ مس عبد الجنود سينيه بالنقود ألقاه من علب نودي لم ينكسر بزباني فجاء يوما سريا ما حلنا اسكندريا وفك ضربا داريا معاصريه ثواني أفض منه بفرقا أخذ لستين حلقا لبعضها الآن ألقاه
كنت مقبر لثاني فإنه كان رحما للعالمين ونعما لأهل حب ونقما لحزب بعض وشاني أزكى صلاة سلامي على رسول الهمام والآل أهل الحسام وسبسر في الأمان أفو عن المادحين للشيخ والسامعين والحضر المتعبين حبا له بالجنان رضي الله عن عبد القادر رضي الله عن شاهد ميرار رضي الله عن عبد القادر رضي الله عن شاهد ميرار صلى الله على محمد يا رب صل عليه وسلم طوبى لجيران الولي الكرم غوث الورى في حله والحرم كتب سراح على سبا والهرم شاه الحميد سيد المحترم وهم الأولى يعطون إذ ما راعبوا رزقا له من حيث لم يحتسبوا وعدا ليوسف حين أمسى يثب إن تغطل تزويجه في الأدم أعظم بعبد القادر المنتظر إمداده من أجل دفع الخطر والمرتجى إحسانه للوتر سلطان ميرا صاحب المعتصم ورر لفلك المائرين حذقا قد حاز من تدخال أن يغترقا مرأة وكذاك في حجر له يحتسبا فابتلكم يساره مضطربا مما أقل مركبا إذ رسبا حتى نجا أصحابه عن نقمي إذ أخبر الشيخ بقرب الأجل استفتح سني يوسف مع وجل فقال فإن أجبت فكتبت استقيم
رحمة وصفية قد وضعت في الأرض ظلا للتي قد وسعت كل البرايا فصلت أو جمعت فلتشكر لله مولي النعم هذا وإن في نشأة من خلفي لكنه في رتبة كالسلف فلم يكن ما شاء مذاقون في من فضل رب العالمين الحاكم لم كنت ينشف على أمر نادرا إلا على موالي ما كد أبصرا مما على من الكتاب استطرا مما اقتضت أسماؤه من حكمي ألف صلاة مع سلام أبدي على رسول الهاشم المددي وعليه أهل الندى والمدد وسابه أهل العطاء والكرم أفنان الحزب الأولى قد ذكروا مدح البلي مع من لديهم حضروا والسامعي والأولى قد أمروا مع متعيم في الحل أو في الحرم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربي صل على نبي محمد وأن عبد القادر لي الله وأن صائم ميران لي الله وأن عبد القادر لي الله وأن صائم ميران صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم منسوب أهل الهند في البداية محبوب أهل الخلعة البلاية منه كرامة بدت كثيرة قبل الوفاة وبعدها كبيرة بره وبحره شهيرا لا تنكرها يا علي سعايا كما جرى في وشيا عند انكسار وانتوى خليا حتى أتى من بدن هديا بسائلنا غرد بقايا كم من مريد قد في المنام ومن أقيم جاد بالغلام تبين من قد فاق في الأنام جودا وباب صاحب الدرايا ومن أسير قد ندم فكاكا من بعد ما قد قارب الهلاكا كثر مال المحبوس في ملاكا بنذره للشيخ ذي الهدايا من خان في منذوره قليلا ف
فقد رأى ما فاته جزيلا فبعثهم في جسمه عليلا وبعثهم في ماله جوفايا كما رأت في عينها نباها مريئة قد خانت اشتباها في سمنها أديمة نباها يا ليتها لم تطمع الكفايا قد عل قلب حلمتي داريا كما تلد إذ ما رأى جليا إن لم يكن خليفة راضيا لها فمات بعد بسرايا وسلت الله على العتيق نملا تحف الفرش في طريق حتى أتانا بلا رفيق لجفوه هدي أولي الغبايا صلى إله الناس ما سلامي على النبي أحمد الإمامي وآله وصحبه الكرامي وتابعيهم في الهدى لغايا عفو عن المداحي في الليالي والسامعيه منهم ببالي والحاضرين فيه والمغالي مع صانع المطعوم بالعناية رلي الله عن عبد القادر رلي الله عن صائم ميران رلي الله عن عبد القادر رلي الله عن صائم ميران صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم حين جاناه رذ الكرم شاه عبد القادر الحكم صار ذا فخر وساكنه وشفي قدر وفي نعم قد أغاث المستغيث الذي في سماخه ذبابك من حيث قتلت جسمه قطع من لزوم الباب ذي العظم والذي قد جاء ملتجيا مع بني أبكى من وعمي إذ أنيم تحت دوحته صار ذا بصري بلا بكم قد أرى القوم بيوم على حبه ترقى ما من أجير تحت أتبته ليسليه من الندم صل يا بارئ على رؤوف طاب طاب أحيى دينك سمي أحمد والآل وصحبي وعلى تبعي كلهم وفوا كل ما مده شهميرا نافيع الأمم والعلا سمعوا ومن حضروا من سقاهم كهوة الكرم
الله أن عبد القادر رلي الله أن صائم ميران رلي الله أن عبد القادر رلي الله أن صائم ميران صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا رجاء طالبينا يا نجاح الراغبين يا أمان الراهبين كلنا كهفا كنينا أنت نافيع الأناس كنت رافي اللباس أنت شافي اللقاسي هبلنا فتح مبينا أنت صاحب لميران أنت نائب لجيران أنت لازب لجيران دم لنا عونا معينا أنت وافر العطايا أنت غافر الخطايا سبت طه إما طايا أتينا عفوا رزينا جئتكم يا سيد ميران قصيدة رفعا لهجران حين كنت منه حيرا سل بنا وسلا كرينا كنت في الدنيا مغيثا زرت رولك مستغيثا أتينا فضلا بثيثا يا ولي العالمين أنت عافي عن خطيئات أنت كافي للمهمات أنت شافي للبليات أعطينا ما قد رضينا يا ربي بالأنبياء يا حبيب الأولياء يا خطيب الأصفياء خذ بأيدي المذنبين الصلاة والسلام لا على الذي إمام للنبيين همام خاتم للمرسلين أحمد والآل أسرى بعده وسب زمرة من أولي نصر وإجرى وجميع الوارثين والرضا الذاكرين مدحك والأميرين لهم والحاضرين مطعميهم راغبين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم بشرى ليوسف لاهري المولدين
صدر الخلائق ناهري المرقدي من بيئة الشيخ الحميد سيدي كتب سرى غوث البرايا المرشدي وهو الذي أخذ الطريق من الذي خاطب المولى بغوث محمد فله من الطرق الرشيدة أربع من شاء فليأخذ به وليقتدي كل البرية فضلة خلق لمن هو عمدة عبد الإله الأحمد فمن يبايع عمدته فهو الذي قد بايع المولى اليد فوق اليد ومن درى الإحسان في الدنيا رأى مبعوده من غير شك في غد ولعل رحمة امتنان ترزق محمود توحيد الوجود ليهتدي يا ليتني أحظى وما لي من عمل برحمتي مكتم بتل للمساعد لو لم تقم من رحمة في الكائنة لم كنت من غير اختلاف توجد لم تقم من رحمة لغيلة دنيا وأكبى مع جميع المورد أصيب بما هو مستحق للتي هي رحمة أصاب بكل مؤخد صلى الإله على الرسول محمد والآل وصحب العدول الرشد وعفى عن المدى مدحا جاريا للشيخ عبد القادر المتفرد مع سامعه ومن لسمعه الله والصانع الطعم لأهل المولد آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا ومنجينا ومرشدنا وهادينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نتوسل إليك بجاه أوليائك المعدودين الكتب الواحد والمختارين الثلاثة والأوتاد الأربعة والأنوار الخمسة والعرفاء السبعة والأخيار العشرة والبدلاء الأربعين والنجباء السبعين والنكباء الثلاثمائة أن يرزقنا اتباع نبيك المصطفى ورسولك المجتبى سيدنا محمد المرتضى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشرف وكرم في أقواله وأفعاله وأحواله برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين والحمد لله رب العالمين. مولاي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا زاكي يا زاكي الحالات يا قاضي الحاجات يا مالي الآلات عن ندفع الآفات لا مشرب شتار وسرور المدرار والجست ذي الأسرار والقادر تبقى إنا وك للإيسار يسر لنا الأقوال إن عذاب العصيان والبغي والطغيان
زرناك للغفران يغفر لنا ما فات كأننا نس ناس خلقا ولو من ناس حرسا من الوسواس حفلا من الزلات إنا لفي الحرقات عصا وفي سكنات أنا لنا الحسنات أكل لنا العسرات نحن ونحن كالأشجار أنتم لها الأمطار لولاك لا إثمار فرحه للأسرى هذا كلام سعود واسمع ولو محمود اسما أيا ذا الجود أخذا بذي الهفوات سبني بالأقوال أسلعني من أعمال أرشدني في الأحبال وافقني للخيرات صلى على ياسين وآله الياسين وصحبه الناشئ في النفي والإثبات عفان الأولاد باللطف والإرشاد وسائر الأوتاد أحياء ما أموات وجملة الخلفاء ونذر الشرفاء والأقبياء الضعفاء وصدر الأشتان خير الخلق كلهم محمد أكمل من تشعر بشعار النبوة والولاية وأفل لمن تدثر بدثار الفدوة والهداية وعلى آله وأصحابه أغر الدراية والإناية اللهم إنا نتوسل إليك بالنور الذي خلقته أولا قبل خلق الأنوار وأمرته ببداء الإقبال وصناء الإدبار وخلعت عليه موتريا بعزتك وجلالك بخلة به بك أثيب وبك أعاقب في الكل الأطوار وفولت إليه تدبير أمور الكائنات كلها في الإعلان والإسرار واخترت له من ناب منابه وقام مقامه قبول نرزقنا مدد كفايتك وأدد هدايتك وأدخلنا في حسن عبادتك وأسنا بإسن عنايتك وألبسنا شعار ولايتك وألحقنا بدثار حمايتك وانسوا من قلوبنا محبة غيرك واحفل جوارنا وإياه للاهتداء بالأنبياء والاقتداء بالأولياء وامتثار المعمورات واجتناب المحظورات واحفل ضوائرنا من الأثرات وأرسنا مواطننا عن الغفلات في جميع الحركات والسكنات وترى في معائشنا البركات ومخزن نعمتك الأبدية سيدنا محمد البشير النذير وعلى آله وصحبه وسائر الأنبياء والمرسلين وأوليائه وأوليائهم الجم الغفير اللهم أعز الإسلام قوم الكافرين اللهم انصر الإسلام والمسلمين فلسطين اللهم احفل الإسلام والمسلمين فلسطين اللهم أيد الإسلام والمسلمين فلسطين يا رب العالمين ربنا تقبل منا قراءتنا ودعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا ربنا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ربنا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
صلى الله تعالى وسلم على خير الكي سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلهي مولد الكتب المسمى بعبد القادر النهور تما إلهي أسبغ العلا ونعم حوى جسما وجنبنا من الشيطان سلما إلهي أمرنا توبل إلى ما توافقه وترضع المرام إلهي الأرخص الأسعار قوما وبعدنا من البلوى والسقما إلهي رزقنا واسع وغيما من الدنيا أنزل عنا وغما إلهي أعطينا مالا جسيما لكي نغنى بفضلك كن رحيما إلهي أسفل الأعداء دوما كأنسوا علي كريما إلهي هب لنا كنزا عظيما من العرفان وارزقنا النعيما إلهي خلقنا حسن وشيما لنا الأولاد أصلح وامه إثما إلهي ألهم رشدا وكلما لوقت النزع وقنا كل نقما إلهي صل يا سلم دواما على ما في بحار النور عما إلهي الآل والأصحاب هما وأزواجا وتبعا عظاما إلهي ارحم لذكر وسما مدح الكتب والجمع نظما إلهي الحاضرين ومن نواما يرضي الكتب من صنع الطعام يا حنان يا منان ارحم المسلمين رضي الله ربنا عن رأس الزاهدين شيخنا الأعلمين ميراث صاحب ذي الكرم رأفته وشفقته أعطينا أجمعين يا حنان يا منان ارحم المسلمين رضي الله ربنا عن رأس الزاهدين شيخنا العالمين ميراث صاحب ذي الكرم رأفته وشفقته أعطينا بعمر لا بعمر قصير يا مجمع الخيرات عبد القادر يا صاحب النهور كله
ناصرين في السمع والأعظام حسن الباصرين وبطول عمر الله بعمر قاصرين يا مجمع الخيرات عبد قادرين يا صاحب النهور كل ناصرين في السمع والأعضاء وحسن الباصرين وبطول عمر لا بعمر قاصرين يا مجمع الخيرات عبد القادرين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربي صل على النبي محمد يا غوثنا يا غوثنا يا غوثنا يا قطب محيي الدين عبد القادرين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.